وهذه المحبة أيضا تتفاضل عند الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث قدسي، قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه يسمونها المحبة الخاصة. وهنا كذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذن الله يحب المؤمن القوي ويحب أيضا المؤمن الضعيف. ولما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم البعض أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، خشي أن يفهم البعض أن الله لا يحب المؤمن الضعيف، قال: وفي كل خير. كما قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. قد يقول قال: إذا ليس لهم شيء، قال: لا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني الذين أنفقوا، لكن يتفاضلون، والتفاضل هذا ليس بعيب، لأن كل يتقدم بعمله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتفضيل الفاضل ليس قدحا بالمفضول، ولكن بيان لزيادة قدر ودرجة ومكانة الفاضل الذي تقرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر من صاحبه. والعكس بالعكس، الشر أيضا الناس يتفاوتون في الشر. ولذا قال الله جل وعلا في كتاب العزيز: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مع أن الكفار في النار، لكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حتى الكفار يتفاوتون في العذاب، يعني ليس من كفر وكف شره كمن كفر وزاد شره، ليس كمن كان قائدا في الشر كما قال الله تبارك عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل: فرعون هذه الأمة. فلا يقاس كفر أبي جهل بكفر رجل من عامة الكفار. فالشاهد أنه كما أن الناس يتفاوتون في الخير، يتفاوتون كذلك في الشر. والله جل وعلا قال: ولكل درجات مما عملوا.